بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار. قال ربنا جل وعلا: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين، ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. إن شاء الله تعالى درسي ناوح ككوب ناندونا طواني تضبع آياتات آيات الله باطني أفراد مكبل الله باندونا سورة هود عنا كتشودنا إن شاء الله تعالى آيات أفرتانات. قال تعالى: إبحر مثال الفريقين لبذكو حوت المانتوضة كالأعمى والأصم. قالوا حوية واكوة دقوا ليال أو حنا أنمار تمغلين وحنا أركينين. الأعمى إن دولوا وي والأصم أدنا وحوية دقوا لكوح، والبصير والسمعنا وقيبتي قالوا وي قالوا حوية مارت وحوجيدة وحنا مغليسة. إلى حول سبحانه وتعالى: هل يستويان لبدا مئجهين ومسيميهين مثلا وحوية من جهة التصالة مكسيميهين مهما؟ أفلا تذكرون برب الله سبحانه وتعالى الله دمر دقي مويدا وحوي عبرق هذان أينين أيضا فكير أينين أو المسيح دين شقين أينين عشركو روح حوي على قل لي هاي وحينود من عشر كينور لقصوا بالله. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم لقصوا قال لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. أنت أقول لك هذا الهيي جريمة ذي وحوية رقم كودي لقب الله بالدم بقدر وحوية الافتراء على الله أيا الله قصوا بالله بإلابا الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وأسد الدم بوهي قلق وحوية قلق سيهايين قلق ذكرنا وحيها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم إيقانا أوصاف حوية صدح قرآن وشيغي الإيمان بالله وصالح الأعمال يو حوية وأخبطوا إلى ربهم صدح ذات المعود قردان الله شيغي لبدا وحوية كوحوض وضد كابا عشر كأن أدن بيي قلدي هران ليلهم الأخسرون كوانا ليلولايك أصحاب الجنة هم فيها خالدون واركم ميساش ميساش ينوي شيغي لبدي مركب وحوية قلال الرباه إلا ينغسي وحاوية مقارنة يتشبيه إلا ينغسي قولوا والبنى وحاوية لبط المعمود بألغو تشبيه واللغو شيغي قولوا وحاوية فريقي الكفر قال ذي حق ديد رب سبحانه وتعالى وحوكت المامي إنه وحاوية الأعمى والأصم كوا وحاوية أن وحبن مغلينين ودقال وحنا أن أركينين وحاوية إن الآن رب كت المامي سبحانه وتعالى ضمعنا واسطة قال لك المؤمنين إن الذين آمنوا وحوية والبصير والسميع وعد وحوية وحجد وعرك إيسا وحمقل إيسا وحلوشك قادنا يسوي فرقوا تمثيل يتشبيه عجيب وي كل قاسة إله وحوله سبحانه وتعالى لبضا قول ما سميهين من جهد وحوية تصالم كل سميهين وتلمان تاي وحوية تشبيها إن دولك يردقولك وقول لك قارض أوي حقا وكين دلائيهين وانا كده دلائيهين تشبيها قاله وقاله وعركه سبحانه مغليسانا ومؤمنين توي ربي سبحانه وتعالى حجج كيسية الدي الذي آياتك انتي وحاوية مغلان واركان بي وح انتفاع صدقاء قادان هيان فرقال لبدا قيبوت با قرآن كينوشة وتشبيها سنسية يعني قف والبنى وقران كرا قف قادة اللي إلى هذو هذه وحاوية الروح عندي الدقاء قابين iyey ruux indhi dhaga qamid un qaada la yiraahdo ana hada la isma barbar dhigeen ama adiga laftaadaaba laga dhigaya dhagooli iyo indhoole ama mid wax maqli wax arki baa laga dhigay mid doora lagu yiri aqliga saliimka waa iska cadaa in qofku meeshu dooran lahaa
لأنه وحينهم مغتون أجنهم قرانا إنا حواستي شنطة لماذا أغم مهم سنيد ما قولنا اللي ما لها حواستي شنطة هيدا ظاهرة ظاهرة لأن الحواس الخمسة الظاهرة أيها شرطة شنطي مركز دريم أياشي شنطة لماذا أغم مهم سنبا إبرة قفا وحنا مغلينين وحنا مأركينين قفك وحوية ولب وحوية مهد أول ربنا سبحانه وتعالى قرانك وكتل ما مي سورة النحل وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجه لا يأتي بخير يعني قفك سلاسة لغوت المامي قرآن كريم سبحانه وتعالى آيات مباركة قد تقديره وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات برب الله لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون هذا اللي نقول جنها في الحياة أرنقاس أمارك رب سبحانه وتعالى تلمام هيا وكهد الحياة قال تعالى بحر مثال الفريقين لبضك وحضو حوية تلمان توضى فريق الكفر والإيمان بأل الله هذا الحياة وحيث المدين كالعماء دولة والأصم هذا هو حوية ماركتي دقول وحمقرين والبصير من أركاية والسميع وحنا مغلهاية كانوا مؤمن قال يستويان بارب له لماذا مسيميهين مثلا من جهة تصالوا أفلا تذكرون مويدا وانقى ذنين ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مثل الحي والميت بالنبي عليه الصلاة والسلام مثل الذي ده يذكر ربه والذي لا يذكر كمثل الحي والميت بالنبي عليه الصلاة والسلام قف ربي حصها يا أدون لليه إنو يا أك وح الدنيا الله كنا يمارتك درن سنة أك يميت كوحان وغير نبو حول ميت يميت نال بيسول مديهن قال تعالى بحول والله لقد أرسلنا وان دري نوح نيا در عليه السلام نبي الله نوح إلى قوم قلدي سايا وحوي أدري قائلا حاله نوح ليه إني أنا نوح الله كبيرين قوم كان نذير بنا ميت دقة مبين دقيد سنة عضاي دقيد واتن ألا تعبدوها عابدين إلا الله إله مبين سبحانه وتعالى عدك لو عبادات سيسان ينشرين إني أنا أخاف وأبقى عليكم دشين إن عبدتم غير الله عذاب يوم ما العذاب كيد ماردين كبق يوم كاسو أليم من حنون بضنا يوم القيامة فقال الملأ قلذي أشراف القوم بوحي لهذين الذين ملأ أسو كفروا حق ديدي من قومه النوح قلدي سحاري كم ديهين ما نراك النوح وحوية كوم جيدنا أما ما نراك وحوية مارت اللي قرد ومد علمية إذا كوم أغين إلا بشرنا تايمهان وحكا لمارت ما موغضه ولما مثلنا أنك وكلا وما نراك وحوية كوم جيدنا اتبعك إن يكون راعين مانا وحكا إلا الذين كوبا كراعي هم أيقب أراذيلنا نوغو وحوية اللي دنا سيدا سيدا هم راديرنا بادي الرأي ولبا وحاوية وقت بادي الرأي اسب الله هربا ويكون راعينا كما في إرسانين وما نرى أمجدنا لكم علينا من فضل وحمارة الله إذن كدورته نبي نمى الله إذن كسيه دقالية حتى نمى عنا إذن كما مغضان نقام مجره بل نظنكم كاذبين هذا نتيجة ساسة نغت هذا النوح نبي نمى الله شيئا هيا انت كن رعدين كن رميسة واحد الله إماتي أو قراتي كل جنبان اليالباتي سيدا سيرا دين اعتقاد كان إذن كاهي سنة سيدا وي بل نظنكم نعتقد لكم كاذبون فيما وحاوية تدعون حشاق نسان بيوي خلقني وحاوية قصص باين وقبل الله بندونا وصورة هود وحي كميتهاي صور كان بيادة آد وقص وضا سيرا صورة وقصص وكالي صورة الضهاء وكالي صور وحاجر أمات قصص الأنبياء آد الله كانوا انت بغن صور الأنبياء كقيد القصوة وصور كان مكي قوي مكي قوي وجيدات اللي قاله وحاوي توحيد كان الله تقريرين الله السوق هيا رسالة النبي محمد عليه الصلاة والسلام نوال الله السوق هيا والنبي الله محمد النبي النوح انتبه أود حيسي قولكم مركا النبي محمد النبي النوح كور رما هيا قفك إله خير لدوان وحو فهم هيا مركابا وحن إنوي هي وحي السماوية رب سبحانه وتعالى وقور بحنا أيه الله مرك عليه سبحانه وتعالى إن غير عبر بعين وغصوغن عبر بعين وغصوغن والله عليه الرسول بان دري أمضان أود دري قاب كاسي أولاد أغمين إنت الرميسين وابد بعدين أنجينا الذين آمنوا
qolada kale waa halaagna quraanka meel badan baan ku soo marnay waana mari doonaa marka qisaska ambiyada fawaa'id aan la soo koobi karino aad u weyn bay leedahay oo ay ka mid tahay dacwada say u sugaan ambiyadu say dadkooda u muwaajaheeyeen ee ugu dulqaateen iyo sabirkoodii tahammulkoodii lidaalika baa qur-aanka in badan arkaysaa nabigu uu laleeyahay fasbir kamaa sabara haa-ulaa qoladii kaa horraysay u dulqaateen oo adkaysteen u dulqaado maa yuqaalu laka ilaa maa qad qiila lirusuli min qablika nebi maxamed oo ambeydii kaa horraysay wixii lagu yidhi unbaa lagugu yidhi ilaa markuu wuxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan diray nebiyullaahi baa nuux baan diray calayhi salaam nabi nuux meel kastoo qisada ambiyada lagu keenay qisasul ambiyaa waa lagu bilaabaa sababtu waxa weeye waa awalu rasuulin ursila ila alard rasuulkii horreeye lasoo dirayboo nuux asaad garanaysaan calayhi salaatu wasalaam thaaniyan waxa weeye rasuulka ugu cimri dheeraa buu ahaa thaalithan dacwadiisu waxa weeye caadi ma ahayn innii dacawtu qawmii leylan wa nahaara habeen iyo maalinba nuux waa qayli jiray saa darteed magacan waxa weeye nuux ah qaylay maarata ka imaata qaylo badana wey kii qayliyi jiray hee magaciisi waad garanaysaan allah marka wuxuu leeyahay nabiyullaahi nuux baan diray qoladiisa ayaan u diray hadduu u tegayna dacwadii buu bilaabay waa u digay innii lakum nadiirun mubiin warna waxaana idiin digahaya waxaan ku digahayana wax cad weeye waxyi allah baan ku digahayaa waxaan ka digahayana wax cad weeye waa ciqaab allah subxaanahu wa tacaala ciddii dhaqankeeda aan wanaajinin dacwadii marka meeshan ay ka bilaabatay ilaah keligii caabudi subxaanahu wa tacaala haddii ilaahay keligii la caabudi waayo nabi nuux wuxuu leeyahy waxaan idinka baqi maalinka qiyaamo cadaab kulul baan idinka baqahayaa damcanna waa sidaa cibaado ilaahay baa iskale subxaanahu wa tacaala ciddi cid kale wax ka siisana yacni wixiisu cibaado noqon mayso cibaado ma noqonaysa ciyaar bay noqonaysaa cadaab aliimana waa sugahayaa xataa waxa weeye isagoo daahirka cibaado ay tahay wuxuu samaynhayo haddii waxa weeye manhajkii nabiyullaahi maxamed uu khilaafo khwaani cibaado ma noqonayso cibaado wabadaa lahum min allaahi maa lam yakuunuu yaxtasibuun waxaad garanaysaan saxaabo saddex ah ayaa nabiga guryihiisa imaaday calayhi salaatu wasalaam sohoyooyinkeen bay weydiiyeen nabiga dhaqankiisa iyo cibaadaadkiisa waxaa loo sheegay kaanam taqaaluha xadiid waad garanaysaan way yaraysteen war inagii nabiga maxaa isaakeen mida nabigoo dembiisii horkii dambe la dhaafay oo maaratay maxaan ismidaa noqon karaa maxaan samaynaa nin wuxuu idhahna weligay waan soomanaan weligayba cimrigayga waan soomanaan hayaa ninna wuxuu ihi weligayba waxa weeye maaragtay waxaan u taagnaa qiyaamu leyl dhinaca dhigi mahay ninna wuxuu ihi weligay laa atazawaju nisaa rasuulku warkiiba maqlay waa u yeedho saa ma tiraadeena nabigu waad garanaysaa jawaabtuu bixiyey calayhi salaatu wasalaam qolada ayaga waxay samaynhayeenay maaratay isku wareynayaan daahirka waa cibaado nin wuxuu ihi soon daa inaan samayn ninna salaatuleyl joogto ah ninna wuxuu ihi islaanta ee mashquulin lahayd naftayda ilaahin baan waxa weeye u daynhayaa daahirku waa wax fiican wey laakiin haddee marba manhajka nabiga khilaaftay wax un bay noqonaysaa ilaa marka wuxuu leeyay subxaanahu wa tacaala almala qolada waxaa loo yaqaanaa ashraafu alqowm dadka ishu buuxinaysaa mala la yidhaahdaa luga alcarabiya asalkeeda mala waxa weeye weelka buuxa wey weelka buuxa marka dadka isha buuxinhaya dadka markaa jooga dadka laga fiirinhaya mala la yidhahdaa ashraafu alqowm masmuucu alqowlka ah waa dadka ama kuraasta ku fadhiya madaxda manaasibta haysta ama waxa weeye maal kale asxaabu tharwa ah dadkaasaa mala la yidhaahdaa weligeedbana way ahayd oo dadkii xaqa beenin jiray ayagay ahaayeen kolka waxay yidhaahdeen qolada ayaga nuuxa waxa weeye maarata kuuma aragna ilaa bashar baa tahay nuux malag baan ahayn ma dhihin jin baan ahayna ma dhihin waxaa lagu yaqaanaa qofka baadilka wato inuu xaqiiqad iyo daahirka leexiyaa lagu yaqaanaa bashar baa tahay haa weeye midlanana waxay leeyihin laguma waxyoonin taasay been ku sheegeen oo meesha waxay rabaan inay dhisaan laba muqadama maaragtay labada muqadama markay dhisaan inay haddana waxa weeye maaratay natiijo ka dhaliyaan bay rabaan basharan waxa weeye waa maaratay muqadamadii koobaad wey laguma waxyoonin baa tii labaad baadil iyo been wey natiijadina baadil bay noqonaysaa waxay yidhaahdeen dhinaca kale oo ma aragno kuma jeedno dadkii noogu liidanaa ee noogu hooseeyey asaafishaa baa ku raacay haddana ha ku raaceena dad ka fiirsadeen baadiya ray waxyi iyo diin baan wadaad aa tiri baa ku daba dideen meesha maxaa ka muuqda laba arrimoodoo nabigeenna u sheegay baa aayadda ku cad calayhi salaatu wasalaam labadaa waxaa weeye batlu lxaqi wa qamdu nnaas
dadkii nabi nuux raacayna way xaqireen, waxay dhaheen kuwa xunxumaa baa ku raacay, nabi nuux iyo xaqiisiina waa ka santaageen. Waxay dhaheen wax lagu raaco kama muuqdo, weliba waxay dhaheen waxaan idiin malaynaynaa adiga inta ku rumaysay beenalyaalnaatiin. Qaala tacaala, wallaahi laqad arsalnaa, waan diray nuuxan ayaan diray, ilaa qowmii qoladiisi baan u diray, qaa'ilan xaalu leh innii aniga lakumaa idiinka qabiilka nadiirun baan ahay digoo mubiinin dugiddiisu ay cad ahay, allaa tacbuduu inaydan caabudin weeye ila allah, ilaah maya subxaanahu watacaala cid kaleha caabudina, innii aniga nuuxaa fa akhaafu waan baqi calaykum dusheenna, in caabadtum gayra allaahi weeye cidaan eebbahayn haddaad cibaado siisaan, calaykum dusheenna cadaaba yowmin maalin cadaabkeed baan idinka baqi, yoomkaasu aliimin xanuun badanoo qiyaamada maalinteeda wey. Faqaala almalac, madaxdu waxay yidhaahdeen, alladiina malacaasoo kafaruu xaqa diiday, min qowmi nuux qoladiisa xaalay ka mid yihiin, maa naraaka waxa weeye uma jeedno, ilaa basharan bani aadam xaal aad tahay mooye wax kale ma aragno, waa haddii waxa weeye maarta ra'aadan maanta basariye laga dhigo, calimo haddii laga dhigo lee mafcuul bay qaadanaysaa, haddii laakiin basariye aan ka dhigno waa inaan xaalayna wey, maa naraaka kuma aragno kuma jeedno, ilaa basharan bini aadam xaalaa taymo wax kale ma aragno, midalana annagoo kala taadam waxay ku dafirhayaa waxyigii, wamaa naraaka waxa weeye kuma jeedno ma aragna lakum inuu idiin sugna, wamaa naraaka kuma aragna dhe ittabacka inay ku raaceen, ila aladiina kuwii ma ahaane hum ayagaba araadiiruna asaafiruna noogu hooseeya guntaay hoosaa ku raacay, weliba baadiyar ra'yii waqta baadiyar ra'yi isbilowga horeed hadashayba waa ku daba goleena kamay fiirsanin, wamaa naraa waxa weeye biyacali ra'yiga bilowgiisa wey, wamaa naraa uma jeedna lakum idinka inuu idiin sugnaaday, caliina korka iyaga min fadlin wax dheeraad iyo gallad ah, bal nadunukum aydan malaynina kaadibiin, beenaalayaal baa ti nuux adiga inta ku rumaysayba. Qaala tacaala, eebba wuxuu yihi, qaala nuux baa wihi, yaa qowmi qaraabay, araaytum maxaad ii sheegtaan, in kuntu haddaan calaa bayinatin xujo cad dusheed haddaan ku sugnaa, min rabbi rabbiga xaggiisa ka ahaatay, waataani eebba uu isiiyey raxmatan nabinimana eebba uu isiiyey, min cindi agtiisa iga siiyey, facumiyat la qariyey calaykum dusheenna, annulzimukumuuha ma annaga waxaa weeye idinku dhajinayna, wa antum walxaal antum laha kaarihuun, idinkoo waxaa weeye maarta nacahaya qoonsanayo ka biya diidan, annaga miyaa idinku dhajinaynaa nabi nuux leh calayhi salaatu wasalaam, wayaa qowmi qaraaba laa as'alukum, idan ma weydiisanaya calayhi calaa tabliiq risaalada iyo tawxiidka aan idan gaadhsiinayo, maarta maalan xoolo idinkama rabo, in ajliya maa ajliya abaalkaygu maaha ilaa cala allah, eebba weyne dushiisaan maaragtay ku leeyahay aniga waxa weeye maaragtay abaalkayga iyo thawaabkayga, wamaa ana anigana miyin bidaari dilmu'miniin, qoladay lahayn waxa weeye maaragtay maxaa ku raacay araadiruna qoladaa kale eri bayna sii nabiyullahi maxamed baa lagu sameeyey, marka wuxuuna miihi maaragtay ku eryahay maaragtay bidaari diladiina aamanu, inta alla rumaysan intaaban miihi, innama iyaga mulaaquu rabbihim rabbigood bay la kulmi doonaan, hadday la kulmaanna waxaa ku jira meesha ciddii dulmida waa looga aragudayaa, walaakinii aniga araakum waa idiin jeedaa inaad qowmatiin tajhaluuna iska yeelyeelahaya, yacnii tajhaluuna idi taamuruunanii bidardi awliyaa illah wa ibcaadihim, ilaahay dadkaa rumeeyey cayrintooda aad ku hadasheen juhalaan idin arkaa inaad tihiin, wayaa qowmi qaraaba man axadkeeba yansurunii yaa ii hiilin haya ii gargaari min allaahi eebbe min ciqaabillah, in daradtum haddaan waxa weeye eryo fogeeyo muminiinta afalaa tadakkaruuna ma waydan waala qaadanaynin oo waxaydan garanaynin. ilaah subxaanahu wa tacaala nabiyullaahi nuux baa laga xikaayoonayaa, sida hadday u hadleen u fiirso, nabiyullaahi nuux waxa weeye ma xanaaqin ma kululaanin isma dafin hadal xun jawaab xun ma odhanin, inta badan waxaa loo baahan yahay oo maaragtay la rabaa qofka daaciga ah inuu qisasul anbiyaa dhuxaansadoo fahmo waa lagama maarmaan, qofka daaciga ah ambiyada ilaahay qur-aanka ee qisadoodii waa inaad fahanto qaabkii loola hadlayay, qaabkii u jawaabahayeen, dulqaadkoodii, xilmigoodii, sabrigoodii, adkaysigoodii, haddaadan fahmin dacwo ma wadi karti adiga maarta caamaa faraa isku taataag. Marka wuxuu yidhi qaraabay, iyagu waxay dhaheen beenaalaata, kolkaasaa wuxuu yidhi yaa qowm, ilmaadeen riyaalo bay ka dhigantay, aniga bal ka warrama haddaan xujo cad dusheed ku sugnahay, ilaahna uu isiiye waxaa weeye nabinimo agtiisa iga siiyey, idinkana la idinka qariyo. cumiyat, nabiyullaahi nuux u fiira usluubka adeegsaday, muuse dhihin faacmaytum, nabinimadii iyo risaaladii idinkaa ka indha beelay muuse dhihin,
انت وحو اغدقايا هذا عرفت لو كل عينيا واتكين دبيشينوك وحن حنباتين موسى بهن فعم يدمل والإذا كقريب نبي النبادي باو حوية لقريب دوشينا هذا لقريب ما أنك إذن كده جينينا هذا بدنا عيسام إذن كده عيسام ما أنك إذن كده جينينا كل إناء بما فيه ينضح بالليل هذا والوالبا دبارك مركي اللقاء قادو كذي سوحي كجرون بامارتو اللو تكي سوما نبي الله نوح ولي وانذي بوضا نما يحول سوى الدواد هذه الدعوة هي التوحيد كان هي الدين تن أديدن تن أدمودي سان حولينا الربا لا أسألكم عليه مالا هي حقيقة حوضونا إن أجري إلا على الله أنا أحوية ثوابك نصيحة أن إذا صينا أيوه ثوابك إذا الله يسين سبحانه وتعالى مدى قال ذاتك الله إذا محاكو راعي راديلنا مؤمنين الله رميز أولياء الله نين يسود دوان مأن إيه ومؤمنين حي على النبي قلنا محاكسوا إلهي سبحانه وتعالى ذاتك أولياء سقفك ودوان الله الله يتمها أيوه من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فكان النبي نحول ذاتك أولياء الله إن أنتابت وما كياب ولذلك نبي الله محمد واتقرنا إسان سورة الكافرين وكم أردنا يمالك لما واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وأمر كوا النفط هذا كوا حباس مالك عبد الله سعابي نولك قرت النبي قمارت إلج لهذا يكون إلا في سورة عمّة أيده نولك حوي إلي النبي قصا يري لي سيدك ومؤمن يشوكونا سورة وإلا هي وكيل ولي مارت ولا تدرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي مرقى يضع أمرنا وصارت واصبر يضع حوية نهيا وصارت ودوان تنطيب إلا معنى تاي مرقى حول النبي الله إنه وحاتي إن دد جهلاء هدابة تراثين أو ليضع الله إسكو طاب إن أدمارت جهلاتهين هدان طابت فردا وتقديرا هدان عظون طابته إلى العقاب سيائي قرقان لأن قفك وحوية قف الظلمة إن لقى أرقوي وحوية ماركت محكمة عادلة دميسة وليبا ظلمك وحكم ذي ذنوب صدح العلماء والشيخان وقفك سمي قبل الآخرة الدون كالوحي قابها صدح ذنبي باكرته وناخر الوبو سمينين ظلمك أكمي ذا ظلمك أي أكمي ذا قوله تعالى بأن لو دليش ذا يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ما أنت روايك ظلمك أدب أبنيه خاصة وليبا ضدك المسلمين تظلمك وأكوب بنيه خاصة هوس أسودك خير كان صومالي أظلمك وأكسي بني أدب أقوب بني هاي المركز أولي بوحاد مودة ظلمك أنتو صورت على علي حتى وضمض ميلا يكد كان بريان أبار بالوسي داي أبار بالوسي داي وميلا غاركود روب كود داي نم هدو كود دار وحبا كما صوابعهم هاي حتى مالما قد قاس بوحان كيما هذا نوضي سر وحاد ويدين الروب قراع هي دولك اجتدتك قعين برع وسارك ميس حوضا علينا علينا وادارك ميرا وحارك بيه انتاي جاحين نيف الدين وحسكا وسائل كوارك وحاصلنا وحاوية والظلم لأن الظلم يقول لما توينك سيكمت حتى النبات يسوبح يين مارت وسوبح وايه ولذلك النبي وحاكسوا عليه الصلاة والسلام أبارتوا معها إنو سروب دين أبارتوا وحاوية الروب إنو الدعو وحنا أصوبح الحديث وما النبي سيدا كويل عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم قال تعالى إبو حولى قال النبي الله نحول يا قوم ارتروا إني أرأيتم لي والرمى إن كنت أدانا على بينة حجاعة دوشة لميت كتاغن أدانا من ربي ربك حقي سكاتي وأتاني إبن ويزي رحمة النبي نيمة من عندي أكتيز ويقسي فعميت لقري عليكم دوشي لأن نلزمكموها ما أنك إذن كنت جنين والحالاتم لها كارهون هذا إذن كبه وحوية النعذين كبية ديدين القنصتين أنك وحوي ميا إذن كل جينينا ويا قوم ارتلوا لا أسألكم إذن مويدي سنه عليه على التبليغ رسالة قرسين تهذا مالا حوالا إذن كمار رابو إن أجري ما أجري حوالا يقيابال كي يقوم معها إلا على الله إلا بالثواب كرب سبحانه وتعالى وما أنا أنيقنا مبئه بداري دي الذين خيارتي من إريها يآمنوا حق الرميسي إنما يغم ملاقوا ربهم ربي وضبي لكل مدونة ولكني أنا أراكم وعيدين جيدا إن القوم دتهين تجهلون وحبا قرانين أمر قادي فرسا أولياء الله قال عيلي حما قرانيسان أنا قرانا وحدو جيدا سيدي نوكال إن أندو إذن كل دعو ويا قوم قرابا من أحد كيبا ينصرني إيهيرين وإيه قرقاري
من الله من عقاب الله إن ضربتهم هؤلاء المؤمنين هذان كوار إيري أولياء الله يا الله عقاب جس إجا قوان هيا إن ضربتهم هذان وحوي عيريون دريو أفلا تذكرون مويدا وسمينين إن ذا الاعتبار قال تاب وحوي وح أصلح أنفع إذا قادنين لأن تذكرك قرآن قوارتين تلقوسع العرين هيا يذا ولي ما رت عقل الوحدة مالها قاركود إن وحوي تذكرك إن أتفكرت مرك أتفكرت وحد قادنا يسويه أصلح أنفع نفط هذا وحوي ما ركته مستقبل كذا إيه آية أو في عمد كد ذلك وإلا هذا في كريم باب إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب يوهات الذين يذكرون الله قياما وقعودا وهلم جرا قال تعالى بحر النبي الله نوح الله حكايا ولا أقول وحوي ما أرنن أرن ما هي لك وينك عندي أتيد هذا خزائن الله إلى بكاريس إستوريس أتيد يلا إذا مدين ولا أعلم معك الغيب وحمقا ولا أقول أرن ما هي إني أنا ملك بانا مدين بشرا باتايد بجواب تاي ولا أقول أرن ما هي للذين قليا تزدري أي حق رئيسه أعينكم إن ديالكينا وقال العين مارت أرادلنا ذاتك إن دين أي ليد هيان أنو أرن ما هي لن يؤتيهم الله إله مصيرنا سبحانه وتعالى خيرا ونك الله إبا علم يقانوك بما وحى في أنفسهم قليا أنف في الكوذ كجير إذن إني أنا قد إذن قرطا قلطا إريون هذا الكير نمغلو ظالما بانه من الظالمين كم إذا أيانا هاي نبي الله إنه حضر الله دورين سومري إنه وح كم إذا لقى جواب هيا إن أو أحد وحوي آيات كده أنكو سومري إني أو قلدي إري اللي يلي حوري فضل كوكو ما عرقنا هولي بك جواب كل قد ليدي وحوي مارت من فضل علينا مانا إذن الإله بخاردي سيا استوردي سيا كيدت جيسي يا بكاريس أكتر يا لنبيان إذا نري وأما يا وهم مكان يقرسوا ما نقول لنبيان إذا نري ملك بان لنبيان إذا نري قال إن دي إنه حق رهيانا أرادينا الذين أنو لهم هايو إلى خير سين ماي ما أرنا هايو خير إله واسع سبحانه وتعالى إله بأي قال نقول وح النفط هذا كجرا وإخلاص يدا عدني ما أنو معوقي إذا هدي أمورك إن إنتان قاتان هورها كود عدوعه ظالم بان هاي سلاسة مارت موقتة محايا لي شرفتو يميزانكو يمعيارك يقيمو حولا معها إن أكرمكم عند الله أتقاكم ويهي ميش أدل أدين معها قال تعالى ولا أقول أرن محايا لكم بدين كيدين دي مايو عند أكتيدو هذا خزائن الله إلى سبحانه وتعالى بكاريس أكتيدي لما أرن إن من أرن هاي ولا أعلم موقع الغيب وحمقا ولا أقول أرن محايا إني أنيقا ملكم بان أرن ما هي مدهن ولا أقول ما أرني لله أرن ما هي للذين قليها تزدري أي حقير أعينهم تزدري أي لي ذيس أعينكم إن ديالكين لن يؤتيهم الله إي بس إن ما هي خير وناك أرن ما هي الله إبا علم ويقان بما وحى في أنفسهم ففي ألقى ذا وحى قسوا إبا إني أنيك إذن قرتان إذنك جوهر ذا ورك إن إنتان قاتو أوليد الله ديريين فوقيه لمن الظالمين أيان كمد أهي قالوا حين يا نوح نوح قد جادلتنا وأن لم مرنطي فأكثرت واد بدي سجدالنا مرنقنا وأن قبض سيوي إلى ما بلنك قال سبحانه وتعالى لأغلبن أنا ورسولي إلى سبحانه وتعالى عيد وقرب يهي ما لسكعلين كرا قالوا حين نوح وأن قبض سيوي يقب أبا حتى يسيس ومارت فأكثرت جدالنا مرنقنا بدي سي وأن قبض سي يعني هو النتيجة والدارين لقولا فاتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين هذا بقى نوعو عدي نوع قدين أيسو نوع عبس قرين كان نوح ولقى مدين عذابا كين هيا نبي الله النوح عذابا هيا أمي الله قم مغلي ولقى مدين استغر مدين غير كي أنبياء الله مؤرنين يسيد هذا تلمامين وحلوية قانا أصحاب البعض البالوية قانا ورك بدلان سومين مغلي جرين وذا دا وحيدي ذا النبي سلق اسمه مغلي جرتين يا نبي صلى الله عليه وسلم الذي دواتنا وكلامه حقيقة إلا بدله وحن جرين لا شيء هاي نك وحود ديد النبي أولياء ديب الذي ديد نبي نك ديد كرواك وابقال نك ديد صلاة بقى صحيح ما يست ننتو كم بوحول النبي صلى الله عليه وسلم ديد الصلاة صلى الله عليه وسلم يا صحيح علمي ما صحيح صلى النبي وركن من أركان الصلاة هذا هو حلول نك تكن صلى النبي ديد
meesha maxaa ka muuqda tanoo kale wey cadaabka aad noo haysee laana idinku dhufan keena ma buu sadhihine warkii baa la bedelayaa in kunta min asaadiqiin qaala nabi nuux baa wuxuu yidhi innamaa yaatiik cadaabka waxaa idinla iman bihi cadaabka allaahu iba ayaa keen in shaa wa hadduu asagu raboo doono wamaa antum mana tihdiina bimucjiziin rabbi subxaanahu watacaala kuwa ka baxsan oo ka fakanna ma tihdiina walaa yanfacukum waxa idan tari maaya nusxi aniga khayr miiriddayda waanadayda wax sheegayga waxba kuma fila in aradtu haddaan doonay anaasaxa laf anu inaan idiin khayr miira haddaan doonay wain kaana allahu iba hadduu ahaada yuriidu mid raba an yuqwiyaku ilaah baaba doonay inuu idan dhumiyo anna waxaan doonay inaan idan hanuuniyo kee xoog soconaya xoog badnaanaya amarka allah fili subxaanahu watacaala huwa iibaa rabbukum khaaliqiina wa ilayhi turjacuun allahaasaa laydiin celin doonaa haddii laysu celiyana waxaa weeye meesha jazaa yaalla xisaab baa taalla miisaan cadli aa yaalla allah haddii laydiin celiya waa idan abaal marin wey haddii waa wixiinu khayr yahay fajazaa'ukum khayran hadduu waxaad wadataan wuxuu yahayna fajazaa'ukum sharan faman yacmal mithqaala daratin khayran yara waman yacmal mithqaala daratin sharan yara nabiyullaahi nuux calayhi salaatu wasalaam haddii la dooday iyagu hadda been iyo baatil bay ku murmahayeen isagana xaq iyo wax jiriya run buu ku murmahayey oo maarata ku doodahayey oo sheegahayey oo wado xambaarsanaa allahna subxaanahu watacaala garabkiisu ahaa kolka waxay dhahen nuuxow waan u jeednaayo waad nala murantay in badnana waadna naga badisay waa isdhiibeenaysa oo maarata kolka waxay yidhaahdeen inay rumeeyaan bay ahayd ama ay dhahaan waxa weeye ku diidnay waana ku diidnay unbay dhaheen laakiin waxay dhaheen waxaan jirinoo cadaabkaad layd anaa hayo idiin keeni keen mabuusa dhima weligii nabiyullahi nuux calayhi salaatu wasalaam cadaab baan hayaa ma dhihin haddaad run sheega cadaabki keen nabiyullahi nuux wuxuu calayhi salaatu wasalaam cadaabka ilaahay buu gacantiisa ku jiraa isagaa hadduu doono keenahaya hadduu keenana meelaad ku dhuuman kartaan iyo meelaad ku fakanaysaan iyo meelaad ku baxsan kartaan midna ma ay jirito waxaa kalood ogaataan anu waxaygu waxaa weeye maaragtay risaalo un baan gudanhayaa khayr baan idiin sheegahayaa wanaag baan idinla rabaa ilaahna wuxuu doonayba inuu idan lumiyaba marka taydi markaa waxaa weeye anfac ma aha wey midda ilaahay baa meel mari subxaanahu watacaala allahaasaa idan abuurto idan leh isaga ayaadna u laaban doontaan u dambayn doontaan waana idan abaal marin doonaa qaaluu waxay dhayaan nuuxu nuuxu qad jaadaltana waad nala murantay faaktarta waad badisay jidaalana muranka iyagina waad badisay faatinaa loo noola imo bimaa wax taciduna aad nugu cabsigelinaysad noogu cagajuglayn in kunta haddii aad tahay saadiqin mid run sheegiyo min asaadiqiina kuwa rundu sheegi ka mid a haddaan soo maraynay lahaayeen yacni bal nadunukum kaadibiin beenaalayaal baan hadda soo maraynay marka waxa weeye kolba beenaalaa tahay waxaad sheegaysa haddii wax ka jira keen saasay yidhaahdeen qaala nabi nuux baa xuuhi isma dhibin qofka xaqa wata waxa weeye innamaa yaatiikum bihi illah hore nuu cadaab baan hayaa ma dhihin innamaa wax kale ma aha yaatiikum waxaa idiin keeni bihi cadaabka allah ilaah baa idinla imaan in shaa weliba waa hadduu doono rabo weeye wamaa antum mana tiidina bimucjiziin rabbi subxaanahu watacaala kuwa ka fakan kara ka daalin kara ka baxsan kara dhulka gudihiisa ma atiidiina walaa yanfacukum wax tari maaya nusxi aniga khayr miiriddayda naseexadaydii waanadeeda wax tari mayso in aradtu haddaan doonay anansaxa lakum inaan idiin khayr miiro hanuun iyo hidaay aad ka dhacdaan baan doonay in kaana allahu iba hadduu ahaaday weeye yuriidu mid raba an yuqwiyakum inuu idan lumiyo eebba hadduu dan huwa allahaasaa rabbukum khaaliqiinni ah watarjacuuna waaladaad laabanaysaan ilayhi ila allah allahaasaadna waxaa weeye maaragtay ayaad u laabanaysaan ama yaquulunaba waxay yidhaha iftaraa waa abuurtay hu waxaa weeye maaragtay risaalada nuuxba abuurtay qul waxaa tahay inii taraytuhu anuu haddaan abuurtay facalaya ijraami aniga waxaa weeye dembigayga ithmigayga dushayduu ahaaday wamaa wa ana anigana beriun beri baan ka ahay mimaa waxaad tujrimuuna aad ku dambaabaysaan idinka dembigiina idinkaa iskale kaygana anigaa iskale inagama dhexeeyo waa wixiya waa la waxyooday ilaa nuuxin baa loo waxyooday annuu arrinku inuu yahay baa loo waxyooday lan yu'mina nuuxow kuma rumayna min qowmika qoladaada xaggooda xaaluu ka haday ilaa man dad maahaane qad amana horay kuu rumeeyey falaa tabtaciis baa rabbi leh nuuxow ha murugoonin ha xanuunsanin ha qoonsanin bimaa kaanuu yafcaluun waxa ay samaynayaane kufri ah xaqdiidnimo ah canaad iyo tagdiib ah iyo wax ciqaabi ku dhici doono ilaah baa kala xisaabtay midna u murugoonin allah subxaanahu watacaala aayaddani am yaquuluuna iftara
مفسرين تقول لبا قول بيكليهين قالوا حيلين وجملة اعتراضية والنبي الله محمد بعلى جهاد الحياة النبي الله محمد أي آيات وكاد ليس أي رق ورشيد أهل مكة قرنا وحيلين مايا قصة استحر نيد ويا النبي الله يحن نوح بعلى جهاد الحياة أو مشركين تمرجع جوكتي بس لا سئوا إلى هذين سيدنا محمد القرآن كاستغى أبو رتي نوح نساس الله يلي سداسا وحوي أصواب عندي أنا أعتقد سداسا صوابا إن قصة إسكوحي رنتهاي اعتراض وصنعين اعتراضية جملة اعتراض وين هاين نبي نوح لقوا الرمع سداسا هبون شرحا يرن هيا سداسا تلماما هيا مفصلين تبانو كون دالكاسي مريين إلى مركع عليه سبحانه وتعالى مشركين تنبي الله نوح قولتي سيد باو حيدهن هذا كان يقول كان نوح با افتراض أبو رتي ولا ألا تعبدوا إلا الله افتروا يا سقوا الله إماضي عاد قلت هذا النبي نوح ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين جوابت أنبياء ميز كوسارنت عاد قلت هذا هدي وحوي أنا وعن أبورتي رسالة إيه وحي كان عبادة الله لعبد أن لا يعي ذنبك كذا شاني وقار إياه ليبقى زانا حمباري أنا كان بري بانكا هاي ذنبك إني حمانتينا إيه واحد قروسان إزاني إجرام أنا كان بري بانكا هاي هاوش ماشي هدي قاري بارك العام بين نقطة هاوش ماشي قدام بيسيب على قاري قرأي سيوح والبادي وحلوش اللي كري ونتيجة وحين نقطة عذاب كان وحنا تشيب كاقوية وحاوية وحل كاسي قاري إلى مركز سبحانه نبي الله نوح وحي وذي سبحانه وتعالى أولي نبي الله نوح قبل بالي سيو قاري إن بضم بعد مارتين نمان كان قد حق قيل داي سغال بغري كنت سنة دواقي سي إلا النوح كوب بحيان لما قوال الهلاك إيساد كبت بأيل هيد بإله كباري متقاني ذا السماء هلاك ومركو إيمان هيانا علامة الوشي هيا أقو وضيان هاو شاشا بيسا قبل آبانيس إله مركو حيلا النوح بان أوحيوني وحان أوحيوني عدن بود إيمان كسوي أو دعوة كاقاذان وكرمين مجردو إن دوري كرمي سيما آن ومن آمن وما آمن معه إلا قليل يا عشر كان أودا ما يندوت لا يلا نوع سؤال بقول يا كنت السنة دواقة هاي دلال كي سنة عاد قرن إنسان وهبين كهتا مارت يا سي كري حلقت الماما وعم بقول لنا إني رويس دضير إلى مرك عليه سبحانه وتعالى عدة باك الرومان ما لها أتغير كسيو جيسو حماتة السماين هيا نو حبها كحن سنة عقابك كود عدوانا وعوية هالدليل منها كحن سنة يلا نوع واكيلها ولا يلدوه إلا فاجرا كفارا حتى أرشيف كذو حكم النبي الله نوح الماء عروشه كتشرها توا حكمي معايا إله سوامر دين عدة بإيمان لم يجرت حول ولا يرد إلا فاجرا كفارا حتى واحد داري الدونان الدنبا قالوي كو عروشه كتشره بحكم النبي الله نوح ولا يرد إلا فاجرا كفارا وحي وي إلهي بأوشك سبحانه وتعالى انت غريكو الرميزين مؤوغية عدة بإيمان قادر خير كسوكي مجرتالي كو الله بابين إدون سمايسو قال تعالى إبو حولاي أما يقولون ما وحي لهذين افترى وابورته ومارته نوح أي يقول توحيد يورانك أبورتي قلوا عادة إن افتريته أنا قدان أبورتي افترى نوح وابورته ومارته قرانك قلوا عادة إن افتريته أدان أبورتي فعلي الدشي أيها هذا إجرامي أنا وحوي إثمك دمك وأنا أنا بريء بريبان كأهي مما واحد تجرمون أتكدن بابتين بريبان هايو من كفركم وتكذيبكم وإجرامكم يعني وحوية كل بريبان كاي ووحي بها رب الأول لو وحيوذي إلى نوح النبي الله نوح بها لو وحيوذي أنه أرنك إنه يأي بها لو وحيوذي لن يؤمن إنه سن وحوية الرومين كالرومينين من قومك قال هذا حق هذا إلا من ضد معهانه قد آمن هري الرومي فلا تبتئس نوح والمرقون بما وحكانوا يفعلونك وصامين هيا قال تعالى إبوح إلى وصلنا نوح وصميس الفلك مركب صميسية الدون بأعيننا إلى لنت أن هذا حالات كلها أنت أنك إلى لنا هنا ووحينا شيئا أن هذا كلها أنت أنك شيئا ولا تقدمنا إلى هذا في الذين وحد ظلموا قردر صدي إنهم مغرقون قل يا وحوية والله ما شين دونا بيداد بلوها لاقي دونا حانوصلنا إلى هذا مركب إلى هذا النوح وارنت أيضا طوفان بالوسي الدين هكا هادرين ويصنع واسمي الفلك نبي نوح وحسامين هيا الدونت وكلما مر كسو مر وصومر عليه نوح كركيسا ملأ كوحة دي صومرت من قوم قولي ديسا
صغير منه وكو جيس جيسان كي قرد سوى مرتبه وكو جيس جيس والغو سعبين هم حليل شارع نبي نبي شيئا نيسي ما تر موحاتة فون دي مياتة فون دي باطويلة شدقا جيس جيسان ميا قاب كاسي وو جيس جيس هايين قاب كالو حيلة هايين هده الدون سيد اللي يقال نبط يوبي بيكو سعطا نبي نوح نبنام بكو سمين هايي هي مبطا صوح انباري دونتا ودمشي دون تكين مثل دونتا القادي دونتا تانا جيس جيس قلعي بل واحد سميسان أركي دونا هاو شادينو وحبه جيري ما نرنا شار النبي ما نهيب على رسول الله ما انتنا وحاطا امارتي فون دي باتا ويلاش سمين هيا قال النبي نحبه حول عليه الصلاة والسلام ان تسخروا منا اليوم ما انتا دانو جيس جيسان لجهلكم حتى دانو جيس جيسان فإننا أنك نسخر وجيس جيسينا جيس جيس دونا منكم إذنك غدا عند الغرق كما تسخرون منا مركي بريدات اللي إذن كسي دايو ساد مانتا نهو جيس جيس ما إذن كجيس جيس دونا فصوف تعلمون وأن أغان دونتان من قفك يأتيه ماذا عذاب 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 كي يخزيه دولي ويحل بودك عليه كل كس عذاب وكدك عذاب كاسو مقيم وحوي الدائم وشوكتا خير نوح عذابك إيمانك أيوك أدونك شوكالين بيمات إلى الآن كتران وعذاب مقيمة بيه اللغة لك من بيه هاي عادية مية مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا النار بيه الله افتوضى بعذاب يدبهاب عذابك إيمانك أي كلام إلى يومنا كتران هذا مركة الله عليه سبحانه وتعالى نبي الله نوح رب الله خطاب هيا وقال ليه ماشي هلاك بارضع هيا عقابي على الله سو سعوته إن أتبت بدال الرابع نوحو دون سما يسوع هذا ما أقانا ربي يو أنا كوي رالينا إنا كوي كأجي جبين لها يهرت أرداش أنا كاي رالينا إنا ووحينا أنا كوي شيئين أو كنا إنا مسمار كميشا كده ف الوحى ميشا كسر أنا كوي كل هذا إنا أنا إقرا هذا إنما كان والله لاقي ظالمين تا بيا لو ما شين دو أناي قاب كله لاقي واد قرن إنسان ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا بي عرك كسر دعي دولك من سوى قادنا وقاد فالتقى الماء على أمر قد غدر كوانا صوك عي وهل كأجو يكوي كالنا كوركا قيمة فالتقى الماء بي ويكل من على أمر قد غدر حيابها العقاب كقرآن كورم انت بذن حد بوله لكن قليا قاركوض وحوض وحد دافي إنا لما طغى الماء حملناك في الجارية ربحوا لبيه با حد قد بيع حد دافي الدنيا بورت او غدر بين تاسو متر دافان بالي دافين بالي هذا مفسرين دو اي شيغان الى امر بحول سبحانه وتعالى نبي الله نوح وابك دونتي مو بلابي تي هو امر به وصنع سمي ويصنع وسمين هياب وبلابي هذو بلابي او قد ميشن كو هيو نمانكي سو مر كو خدي سو مر دا ولا استاغ جس جس ورمشال النبي بعد ما انت محاته مفهوم دي باتاي هذا هو وهي بد ما هيس سيد يلي دو حماري دونتا اسكا جس جس annagana waydu ku jees jeesi doona bari markuu waxa weeye dadku idan hanbaaro yaana nabino waxii waa wixis waxii ku socday nimanka in la halaagi doona biyo lugu halaagi doona si cad buu waga markii iska jees jeesa bari markuu dadku idan ku fakaana idan ku jees jeesi doona qala taala wasna sabaysan nuuhu alfilka waxa weeye dooni samayso baaciyunina ilaalinta annaga xaalad ku dheehantay waxina anagu sheegi daanad ku dheehantay wala tuqadimna ila hadlin في الذين قليه ما أرتك بذهو ذا ظلموا قردر ساذي إنهم لما كان مغرقونك والله فين دونه لما شين دونه وي آيات وحوية من آيات الصفات بكمت آيات إيضا آيات الصفات بكمت هاي وحوية بأعيوننا بميشة تعالى عندها يقب رب الإرال انتها النظر مركوا صفة العين لله تعالى على ما يليق بجلاله وعدمته سبحانه ويصنع واسا ميسان هيا الفلك نوح دونتي بصمين هيا وكلما مركز مر عمر عليه نوح كركيس ملأ كوحي جماعات صمرت من قومه قلت إيسا قمد سخيره وكجيس جيسان منه نوح به وحوي كجيس جيسان قال النبي نوح بحول عليه السلام إن تسخروا هداد جيس جيسان منا حقا يغا مانتا فإننا أنك نسخروا وجيس جيس دونا منكم إذنك وحوي غدا بري عند الغرق بان جيس جيسنا كما تسخرونا ساد نوغو جيس جيسسان منا ساد مانت نوغو جيس جيسسان وايد كو جيس جيس دونا فصوف ادنا دبدا ما تعلمون اوغان دونتان من قفك ياتي ويما عذاب من عذاب عذاب قاس يخزيه ذلية ويحل اودك عليه كركيسا عذاب من عذاب وكفر سنة وايد اوغان دونتان عذاب قاس مقيم دائم وشوكتون ولقي قعين قال تعالى
وحاي ما ذي هلاك ما عين ماضي تاو حوي بدبادة النبي الله نوح عليه الصلاة والسلام وحلو بدبادة لا بالله شيء إن هلاك علامة دي سوى نبي نحلو شيء غي وحاجر تبهر له يقان التنور أما التنار وحلا دام عربي أو سومالي ما قام بلوي ده ما نمالي باش أنت تقار فورنا يدهان موفا يلو بدو بس ما جرت باش آيات بيه سلمة كالإلاليو باش آيات بيه والله كالإلاليا روبا لسمية يوحوية marka biya aday taabtan way kala daadan nabiga uu xaalay le baasha maartay tinaarka kolka dadawada biyo ka soo booday aragto halaagii waa diyaar doonta ku go dadkii maartay aad badbaadilaha doonta ku go hatta ila goorta jaawi maad amruna ba rabbil subhana wa taala amruna bi ilaakihim nimanka halaag go amarkan amarna markuu yimaado oo wafara ibrqata atta nur fornadi ay biyo soo burqato ila xula qulna waxaan ku niray nuuh ihmil hamba فيها دون دقودها من كل زوجين لوصف في كل وحاوية مارتي من كل زوجين لما نلعرك كل مارتي كوحن بار اثنين او اللبع شيء والبع هل بدكي هل بوضع لك قادة هيا وانا كريرك اغرير نوحنا قيري واللبع إلا من ما نستبق عليه القو دادو حاجرة نبي نحددك يسكمي ذا هلاك يغلوح كما عذاب يقود عيا ويلي اسلام باجره غير نبي نوحا مرقة إلا من سبق عليه القول مداوي ومن قد آمن الرميي وما آمن معه إلا قليل نبي نحمر رمين لجيركيز انت أقيلي هاي ضدي يربى الرميي برب الله سبحانه وتعالى ما أنت وحا مرقة الدنيا ذا تشوغة نبي الله نحفر عيسوي وجعلنا ذريته هم الباقين انت ما أنك الدنيا تلوقها دي وما أنت وحا الدنيا رقاقها عد كلام ملك ما تم أي تشريته الله أمرك عليه سبحانه وتعالى نبي الله النوح أمرك إبا مركو يمادو أمرك أنوانك عاسيالك هلاقودي ويسان خوب اللان قادني ماشي موفهل قد بهي نبياء كسو بحان قورتا أيضا رب عليه سبحانه وتعالى كوحن بار دونتا يعني مارت لما أنا كستب اللبك قلي زوجين اثنين لما أنا كستب اللبك قلي لدك إيا اللبوت أيا اللي قلن هيا وهو الممات النفلة إلك أغنى قيل إلك رأى النبي النوح أنا وحاوي مركب كحق قالين داد باجير النبي النوح داد كيسون قلين ويل كيسي ربي وطل ما بسبحانه وتعالى إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح ويل قادتك أغا كمد معها ننحوي نبي النوح وكيلة ورسوعر عشر قدمان كم مريدونا إذا سغن أورن هاي بورتا سنفوري فرمانت عمرك على بور لغاية بدبادي ماي سوعر عشر كأنه دمان إن شاء الله كم مريدونا قصة أيضا وفافاسا إلى مرك حولي سبحانه وتعالى داتك أغانا قيلي دونت النوح وداتك أغانا قيلي صدح انت كليك الرميسين مؤمنين أنا قيلي لكن داتك أغانا كل ما لما سبق عليه القول انت وحاوي هلاقي عذاب وواجبي مقا ليسو الله حولي ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وفير صدح باب الكرام دعاء وحال الرباء داعيته هاي قصص الأنبياء القرآن كأن هذا أقريده أيام ما أرتل لك من ما أرمان وتفهمته سقال بقول يا كنت صنو نبي نوح غيري هاي ضدي يرهم بقول نين بالرومي هاي واحد أركي زين باللمري هاي وليجي مدبعين وليجي وحوي اسم بدلين دعوة مر ما مركض ما يسوى كسي دار هاي لكن إنك دعاء إن ما أنت حوا وذات كمل لقيا بشو يلا بدو يشوا أركون كوا الدين رما مه وكله قابل وكذا قاعيا هدي حوجا ما أرت الله ير هذا لنا وأبا ما أرت حنا قاعي والله مر مهيا والله مر مهيا أرين ده صح معها نيجا داعي وعينه النقضه نيجا أمضى أوجد طل بدن وعينه النقضه نيجا أمضى أوجد صبر بدن وعينه يهي نيجا أمضى يعني أوجد حليم سن وعينه يهي نيجا داعي سو كود يعني أنبياء دي صفات كذا سلاس الله جربا ولذلك أنا وحيسوم مريون أركي مر الوحي ترت حوجا دعوة حماسة ذي سجى سعود لأن يرني ماذا حماسة أنا واحد بضم بيكون دافين نين دين تأذو يقانا وحنا نو قارن مرقد مساجد اللي جو شو لقى ممنوع يا قارن هذا بواي شو قا مساجد يوم بقى لقى ممنوع نقافنون بضم وشرع ذو يقانا لكن مركو ماشى الجمعة ضد كرسة محاضرة ويزدهجو أفلق عدي عيتهم بالله ضد كولا لا يمب أفلق عديم منافقين باتين عروشي إن تسيد ناقة ورات سالدين صحابة عليهم بعوني كنا قاتشوا ببغدية كنا بل عروشي ندى
منافقين باتهين على أنك من دعوة لقى دقيس وذاتك وحوى أخيرا دعوة ولقى جوجي مساجد ولا وحلقة دقى مارت خلاص فرقة تاريب كذا إلى هذا هاي حتى وحياة ما نبى نصير هين إنه هذا وحوي ماذا باش أنا سوما شافعي هذانا بالرد ما يشك تغني وذاك اليوتيوب يناد عشر كان طمينا في عليه ما يشك أنت تغني يا مركز سرادة نقل لدها المارت سرادة أسبوع قال بيسي كنا وانا أغري قنوت كنا كورب عن وقو قاد ما دب ما إلي هذا ومذهبي دب ما لها هدان يلي ويددك أسوال عارين لما ذكر سان ددك أكود حق رون وعوش يا قوائنا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أدنا في من هديت أسبوع ذلك هدان يلي ومحادة عاية دق أحبال اللي ودي مركا إنسلا آن يالون ددك دعوة ذي قارسية قفك هدو قنوضها دب ما لي أقاذا ومذهب مذهب شافعي أسر أقبة نبي قال لنا واقص ودا واقون عليه الصلاة والسلام سوما صلاة النازلة ده النبي واقون وضي وتر كنا واقون وضي مركب ما دبا إله دي لقون وضي بس كنا وحوي مارت لا بدو وابنات مركب عيابا بدنا وفضي إذا تيروا ما دت قار دعوة كه الله ينهايا قال تعالى حتى إذا قلت جاء أمرنا هلا جاي مركب إمام رب إلهي وفارق أبر قد عطى النور فورنذينا به أي صوت فتقولنا وحان كن لي احمل حنبار وحوي نوحو فيها دون تجودة من كل زوجين من كل زوجين وقرا من كل زوجين لسوء ضعفين قراوي مركب من كل زوجين لما أرى العرك كلجي اثنين لما كقات وتوكيد زوجين بتوكيد طاي ولك ضد كأجنا قات خير نوح نقات إلا من ضد خير نوح ما هن سبق وري عليه كركيز القول عذاب بمارت وري هلاك ما هانه ومن آمن ومن نقات آمن الرومي وما آمن مرمين مع نوح لجركيزة إلا قليل ضدير أو حوي مع طول المدة والمقام فيهم مدة داريد ودحشوغي هبئي مال بأوز سعودي انت يربا كرو بيس نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام مرقا ديقو يعني ما رأتي أن رسول هين إنا ترادون ضدك مدينة ولا قاتان أرقا مسحنا والله أعلم.